كيس كيفكم اليوم؟ رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهالفيديو احنا بلعبة بي كي اكس تي، واليوم يا جماعة طبعا بيمس جالس جنبي، واو كتير كيوت. طبعا يا جماعة بهالفيديو احنا بلعبة بي كي اكس تي، وبعد ما نزل تي شيرت جديد. طبعا يا جماعة اول شي حابة اشكر كل شخص قال لي ونبهني انه اسراء نزل تي شيرت جديد، لانه انا ما لاحظت ابدا، بس انتو ما شاء الله يعني بسرعة قلتوا لي، يعني لما نزل دغري خبرتوني، يعني فاشي كتير حلو واشكركم كلكم. ما فيني يا جماعة اطلع كل التعليقات، يعني ما بقدر اني اطلع كل التعليقات اللي طلبت مني اني انزل فيديو عن هذا التي شيرت، لانه كانت كتير كتيرة حتى اني ضيعتهم. فا اوكي اذا لقيت التعليقات جيبوا لي انستغرامي بالوصف. anyways طبعا يا جماعة كمان قبل ما بلش هذا الفيديو، شوف تي شيرت اللي نزل وكيف نحصل عليه. طبعا هو كتير 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 رخيص، وراح اقول لكم كيف انكم تحصلون عليه بالمجان، يعني راح تحسون كانه مجاني، يعني راح تربحوا 100 كوين في المقابل. ان شاء الله تفهمون قصدي، يعني تابعوا الفيديو عشان راح اشرح لكم، وان شاء الله تفهموا لانه بس راح احكي وان شاء الله تفهموني، كمان راح افرجيكم يعني. anyways طبعا يا جماعة اول شيء قبل ما نبلش وفرجيكم كل شيء، اشتركوا بقناتي، كمان حطوا لي لايك، كمان يا جماعة حطوا لي فولو للانستغرام تبعي، الرابط موجود تحت بصندوق الوصف. كمان طبعا يا جماعة فتحت تيك توك وبلشت عم نزل فيه فيديوهات بوجهي، بس ما عم نزل كثير لانه تفاعل كثير ناقص، ف يا صارت كثير بالدرافت، بس راح نزلهم قريبا، يعني روحوا حطوا لي فولو عشان اتشجع. حطوا لي فولو يا جماعة، وراح ابلش طبعا انزل فيديوهات اكثر، طبعا نزلت هلا فيديوهين لحد الان. اوكي روحوا حطوا لي يا جماعة بليز فولو اكسبلور ولايك وادري ايش، المهم روحوا راح تلاقون حسابي بالوصف، يعني كل شيء بالوصف. كمان قناتي الثانية تبع الفلوجات، وقناة اختي، وقناتي الثالثة، كل شيء بالوصف. فا ياه بس هلا اعتقد انه خلينا نبلش. طبعا راح اقول لكم اول شيء كيف كيف انه راح تحصلون على 100 كوين بالمقابل، يعني ان شاء الله تفهموا شو قصدي. طبعا يا جماعه لما تحددون اللعبه، لما حددتوا اللعبه بتحديث الاكس تي فاشن ويك، وكمان بتحديث الهيلو كري، اكيد 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 بتروحوا على هون وبيعطيكم 200 كوين. ثواني، لما بتروحوا هون بيعطيكم 200 كوينز. طبعا هاي انه شكرا لانكم حددتوا اللعبه، لانه لما تحددوا اللعبه هم ما بعرف شو بيربحوا، ما بعرف، بس يعني اشي كثير حلو، لهيك بقول لكم ثانكس، بيعطيكم 200 كوين في المقابل. فانتوا يا جماعه المره الجايه كونوا اذكياء ولا تخسروا هال 200 كوين، عرفتوا؟ يعني خلوها موجوده، لكن ثواني شو بدي اقول، يعني هال 200 كوين هاي فيها تساعدكم بايش؟ انه انا اوريدي رح اكون اعرف انه رح تنزل، لما نزلت حزمة هيلوكيتي اكيد تنزل معها بلوزة، لانه هذا الاشي كتير طبيعي بلعبة بي كي اكس تي، كل ما ينزل باقي بيعطونا معها كمان تي شيرت زي اللولوكا باك هذيك، عرفتوا؟ يعني نزلت معها تي شيرت تبعها، سو لهيك انتو لازم انكم تعرفوا انه لما ينزلون اي باقي رح يكون معها تي شيرت، بس لا تضيعوا هال 200 كوين. شو بتروحوا يا جماعة؟ طبعا رح تروحوا على طبعا علما ان ثمن التي شيرت بيكون ب 100 كوين. ثواني حفرجيكم اول شيء وين مكانه، هون طبعا بتروحوا تحت اخر شيء، وليكو هون رح نلاقيه. طبعا انا يا جماعة امبارح لما رحت عم بلعب بالكمبيوتر، بعدين فتت على ملابس وهون لقيته، بعد ما قلتوا لي كلياتكم بالتعليقات، ف يا يس طبعا هذا هو، فبس ب 100 كوين، وكل التي شيرتس اللي بيكونوا من الباقات بيكونوا ب 100 كوين وبس. سو ياه طبعا شو بدي اقول، ما بعرف انيميز شو بدي اقول، عن جد ما بعرف نسيت، ما عليكم مني. اوكي هذا يا جماعه ب 100 كوين، وكل التي شيرتس اللي بيكون باقات بيكون 100 كوين، سايب بتروحوا ورح تشتروا، يعني انتوا حصلتوا على 200 كوين اللي اعطونا اياها من التحديث، سو بتروحوا بتشتروا هاي اللي ب 100 كوين. 1 2 3 فايا طبعا من ال 200 كوين اللي اخذنا من هون لكم
هلا رح تفهموا كيف. من الميتين كوين اللي اخذنا منهم بدون ما نتعب يعني بس حددنا اللعبه اعطونا اياهم هالميتين كوين فبتضيعوا منهم 100 على هاي التيشيرت وبيضل معكم 100 يعني هيكم ربحتوا 100 كوين وهلا بتعتبر بالمجان. انه مثلا تخيلوا انه انتوا عندكم 0 كوينز يعني تخيلوا معي عشان انكم تفهمون معكم انتوا بس 0 كوينز بعدين يا جماعه فجأة نزل تحديث وخلاص يعني هيك بعدين نزل تحديث ومدري ايش نزل تحديث وحددتوا اللعبة وهيك يعني فبيعطيكم انتو 200 كوين انتو معكم بس 0 كوين فبصير معكم 200 كوينز فبتشتري يا جماعة هذا اوكي بيضل معكم بس 100 وبعدين هيكون شريتوا التيشيرت يعني انتو اصلا ما تعبتوا بس حددتوا اللعبة. اتمنى يا جماعة فهمتوا قصدي لانه عجب ما بعرف كيف اشرح كتير اسفة لكن ما بعرف انا كيف اشرح ما بعرف يعني كيف اشرح بالضبط اعذروني anyways اتمنى فهمتوا طبعا فكرة شكله كتير بيجنن وكيوتا فكرة لكم هون من الجن طبعا هلا رح فرجيكم لبس اذا انتم ما معكم هيك بقت اعطيكم ملابس كتير رخيصه فيكم تشتروها ب يعني بس بكوينز عرفتوا صار رح فرجيكم اوكي ثواني اوكي صرح اورجيكم طبعا اول شيء يعني شو هي البانتس او الشوز كمان اللي رح تتناسق معه طبعا رح تاخذون ثواني في يا جماعه اكيد في بنطلون ابيض وينه اوكي في يا جماعه بنطلون ابيض ثواني في بنطلون ابيض فيكم تلبسوا مع بنطلون ابيض لكن من الاحسن تلبسوه مع بنطلون اصفر احسه احلى رح تلبسوه يا جماعه مع بنطلون اصفر بعدين بالنسبه للشوز رح افرجيكم ايش تلبسون معه بالنسبه للشوز حاولوا انكم تاخذون شوز باللون الابيض مثل زي هاي او لا هاي بكوينز لا اقصد بفلوس حقيقيه خذوا معه او هذا كمان جواهر كيتون هذا مثلا هذا اوه كثير كيوت هيك تاني مثل نهارة سو بتكون يا جماعة هيك اشياء عرفتو يعني هيك بتكون باللون الابيض عرفتو بتكون لون فاتح لون ابيض ما يكون اصفر عرفتو ما يكون بلون تاني فيكم تاخدوه بابيض او باسود كمان تاني هذا كمان حلو يعني رح صار عنا فيديو صبر اوكي يعني فيكم تاخدوا معك كتير اشياء لكن انا الشيء اللي حبيت معه هو هذا سو كتير حبيته هلا يا جماعة ما رح البس هدول ولا هدول رح تشوفوا شو رح نلبس طبعا بتاخدوا معه تاني هذا سكيور هذا لانه فيه يا جماعة اصفر وكتير يا جماعة حلو سو يب هون يعني هيك بدكم بس هيك خلاص يعني هيك خلص هيك لبسته يعني خلينا نشيل هيك الباج وليكو كيف صار يا جماعة اوتوني هيك يا جماعة صار كتير بجنن يعني الوجه اكيد بتحطوا اللي بتكون وليكو يا جماعة هيك كيف صار التيشير يه هلا احنا ناخد لكم احنا ناخد صورة واخد ناخد مع بانتس هدول بامس اسمه اوكي كي احنا ناخد مع سلفي وهيك رح نزلها روحوا حطوا لي لايك المهم بس هيك يا جماعة رح نخلص هذا الفيديو اتمنى فهمتوا كيف انكم حصلتوا عليها بدون ما تضيعوا كوينز اكيد يا جماعة كتير رخيصة فبس 100 كوين فيكم بس تلعبوا مثلا حتى لو بس مرة واحدة هذا تجميع الفواكه تربحون منه 500 كوين بتعرفوا بتروحوا شو اسمه وبتلعبون هذا تجميع فواكه بعدين بتحضرون اعلان بعدين بيعطيكم 500 كوين عرفتوا فكتير يا جماعة رخيص فانا قلت للناس اللي ما فيها تجمع وما بدها تجمع وما لها خلق ابدا تجمع اتمنى فهمتوا يعني بس احبكم كثير وحطوا لي فولو انستغرام وتيك توك الدعبه بصندوق الوصف كمان بالتعليق المثبت وبس احبكم كثير وباي.